للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوري الأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك. المبعوث الأممي لسوريا ستيفن ديمستورا يقول إنه لم يشهد يوما نزاعا استخدمت فيه فظاعة أكثر مما يرتكبه النظام في سوريا. كيف ترى أداء المبعوث الأممي خلال السنوات التي عمل فيها في الملف السوري لوقف هذه الفظاعة؟ يعني سيء للغاية. هو ساعد هذا النظام الأفظع، هو ساعده مساعدات جبارة جدا وما يزال يساعده، وهذه الكلمة قالها لأنه ينتقم لشخصه. تمت إهانته في دمشق، في مطار دمشق منع من الدخول وعمل بإهانة من قبل النظام المتوحش في سوريا، فهو ينتقم لنفسه ولا يقول ذلك إنصافا لملايين القتلى والجرحى والمعذبين والمشردين. عمره ما حس بملايين المشردين والمعذبين في سوريا، وهو يحس فقط بنفسه للأسف. في إطار الحديث عن تقييم عمل ديمستورا، يعني النظام وميليشيا حزب الله يفرضان قيودا على عودة نازحي القصير، إلى أي مدى يمكن أن نصل للحل النهائي في الأزمة السورية وهناك من يمنع عودة النازحي؟ لا يوجد أي حل أبدا ولا شبهة حل. النظام السوري مدعوما بإيران، النظام الإيراني المتوحش ونظام المافيا الروسي وتوابعهم، يعني حزب الله والكتائب الطائفية القادمة من العراق وإيران وأفغانستان وباكستان، لا يؤمنون بحل أبدا، لا يؤمنون بتسوية أبدا، لا يقتنعون بأن من حق الإنسان السوري أي شيء، هو مجرد رقم. ويؤمنون إيمانا عميقا، كل هذه الأطراف، النظام السوري وإيران وتوابعها وروسيا، يؤمنون بالقهر، يؤمنون بالإخضاع، يؤمنون بالقتل وبالتعذيب، وبالتالي احتمال الحل معدوم كليا كليا في سوريا، والصراع سوف يدوم ويطول. أنباء عن مقتل 8 أشخاص وعدد من الجرحى بانفجار سيارة ملغمة في مدينة عفرين، إلى ما ترجع تزايد التفجيرات والاغتيالات حتى في المناطق المشمولة بحماية من الدول الفاعلة في سوريا؟ هذا لم يتوقف أبدا. عندما نقول منطقة هادئة في سوريا، هذا نسبي، يعني أما منطقة سلام مطلق لا يوجد. المنطقة الخضراء، منطقة درع الفرات وعفرين وإدلب، فيها سلام نسبي، يعني لا يقصفها النظام والوحوش القادمين للوقوف معه بشكل يومي، وإنما بين الفينة والأخرى. والعمليات والتفجيرات في منطقة عفرين تحصل ولكنها قليلة، وهذا أقصى طموحنا، أن تكون التفجيرات قليلة، لأنه السلام المطلق غير ممكن. وفي سوريا 10 دول أجنبية موجودة لها قوات في سوريا، وبالتالي يستحيل أن نحلم بسلام كامل واستقرار كامل. نعم. يستحيل. ماذا يعني أن تسمح القوات الروسية لميليشيات إيرانية برفع أعلام روسية بهدف حمايتهم من ضربات الطيران الصهيوني، وذلك بحسب صحيفة كيرمونستات الروسية؟ الإسرائيلي هو سيد الروسي، هو يفرض عليه، وبالتالي هذه خديعة لا تنجح. الإيراني عندما يريد قصف الروسي، أي قصف الإسرائيلي عفوا، الإسرائيلي عندما يريد قصف الإيراني، من كثر الأسماء طبعا، من كثر الدول أصبحنا نخطئ بينها، من كثر عندما يريد الإسرائيلي ضرب الإيراني، فهذا لن يشفع له أن يرفع علم روسي أبدا. لا أعتقد ذلك، هذه مجرد مسرحيات وكلام للاستهلاك الداخلي، ليفهم المواطن الروسي، ليتوهم بأنه علم بلاده أصبح يحمي الدول، وهذا غير صحيح على الإطلاق. الإسرائيلي يقصف أين شاء ومتى شاء وبالقدر الذي يشاء، وهو لا يتوقف عن القصف مطلقا مطلقا. إذن إلى أي مدى ترى مع هذه التجاذبات بين الدول الفاعلة في سوريا أن تصل الأزمة لنقاط التسوية التي تهدف إليها الأمم المتحدة ومبعوثها؟ لا يوجد تسوية أبدا، لن يحصل تسوية على الإطلاق، لأن الفوارق كبيرة جدا، لأن النظام والروسي والإيراني غير مستعدين للاعتراف ولا ب1% من حقوق الشعب السوري. عندما يعترف الروسي والنظام والإيراني بأن
للسوريين ربع حقوق البشر، خمس حقوق البشر، ويعطى السوريون ربع حقوق البشر أو خمس حقوق البشر، يمكن أن يحصل سلام. ولكنهم في هذه اللحظة وحتى هذه اللحظة وهم دائما يعتقدون بأن السوري ليس له ولا حق واحد من حقوق البشر، ولا واحد بالمئة، ولا واحد بالألف، ولا واحد بالمليون. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوري الأستاذ أحمد كامل، شكرا جزيلا لك.